صعبه. خلاص يا باشا حاضر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخر نوع من انواع التوبوليش في الفريم ريلي، وتوبوليش يعتبر انقرض ما فيهوش اي لازمه، ما فيهوش اي استخدام، بس برضه هناخده كده حاجه على السريع. اسمه بيك تو بيك فريم ريلي. ايه الباك تو باك بقى فريم ريلي ده؟ ده معناه ان هيبقى عندي تو راوترز كونكتد دايركت ببعض بكابل سيريال طبعا، من غير اساسا فريم ريلي سويتش. من غير ايه يا شباب؟ فريم ريلي سويتش. ده مثلا سي راوتر 1 راوتر 2، سي هوصل ده باس 1 اوفر 0، وهوصل ده مثلا باس 1 اوفر 1، واخلي الشبكه دي شبكه عشرات. ماشي اوكي، عشرات اوفر 30. طب ايه ده؟ طب بصوا بالمره حركه صياعه كده، اوفر 31 هو ده ينفع؟ علميا لا. طب انا عايز اقول لك في سيسكو وفي اللينكس ينفع. ده معناه ان انا هطلع بكام اي بي؟ 2 اي بي دوت 0 والاي بي الثاني دوت 1. انا فاكره ان انا قلتها لكم قبل كده ايام ال ان ايه، وقلت لكم جربوها ومحدش عبرني. تمام. هطلع بكام اي بي يا شباب؟ دوت 0 ودوت 1. فين الاي بي هات؟ مفيش. لو جربتها على سيسكو هينفع، وساعتها الاي بي بتاع الانترفيس هيبقى دوت 0، والاي بي بتاع الانترفيس اللي قصاده هيبقى دوت 1. تمام. في اللينكس هينفع، في سيسكو في مايكروسوفت الغبيه مش هينفع، مش هيقبلها. انا شايفه كده يعني. اصل اقول لك على حاجه، هما ليه اصلا انا بوينت تو بوينت، انا وانت بس اللي بنتكلم مع بعض، تمام؟ ليه اضيع نتورك اي دي وبرودكاست اي بي؟ ده احنا بوينت تو بوينت. عشان كده سيسكو حتى لما تيجي تستخدم الطريقه دي تقول لك استخدم بس with very caution، خد بالك وانت بتعمل الكلام ده، ما تجيليش في شبكه مالتي بوينت وتحط لي اي بيهات بالمنظر ده، صح؟ تمام. لكن انت بوينت تو بوينت، انا ايه لازمتها البرودكاست اي بي والنتورك اي دي؟ هعمل بيهم ايه؟ ده بوينت تو بوينت. واضحه يا شباب؟ طيب خلينا ماشيين صح افضل. اوفر 30 عشان ما حدش يزعل. تمام. قلنا تاني كل اللي انا هعمله في اللاب ده ان انا بس هخلي النوع الانكابسيوليشن هنا الديفولت ايه؟ اتش دي ال سي. انا هحوله لفريم ريلي ومن غير فريم ريلي سويتش. طبعا في البرودكشن اريا ده مش مستخدم، لان ده معناه انك هتوصل تو كاستمرز ببعض من غير فريم ريلي سويتش. طب ايه لازمته؟ اصل الفريم ريلي سويتش كان وظيفته ان انا اربط كذا كاستمر، صح؟ بالظبط. ورغم كده ان الانكابسيوليشن بتاعه فريم ريلي، عشان كده قلت لكم محدش بيستخدمه، بس برضو نعرف الطريقه ازاي. تمام. هاجي كده نوصل تو راوترز، تاني ونوصلهم بسريالات، نركب عليهم وكيت اس 1 اوفر 0 باس 1 اوفر 1، وصل الانترفيسز واقوم الشبكه. خدوا بالكم من حاجه، المره اللي فاتت كان الفريم ريلي سويتش ذات نفسه هو اللي بيلعب معايا كدي سي اي، دي سي اي ديفايس، صح؟ هنا عندي دي سي اي ديفايس داتا كوميونيكيشن اكويبمنت يا مجدي. اه ماشي. ايه عندي دي سي اي؟ التوبولوجي ده، التوبولوجي ده في دي سي اي. مش احنا قايلين الفريم ريلي سويتش هو ذات نفسه اللي بيلعب كدي سي اي؟ اه ماشي. بس هنا مفيش، يبقى لازم راوتر منهم هو اللي هيلعب كايه؟ كدي سي اي. فانا هفترض ان ار 1 هو اللي هيلعب دي سي اي. نظبط كده الاول الاي بي هات. احنا عملنا كده قبل كده؟ لا، عن طريق الكابل اصلا، كابل السر. اه ولازم اعمل له كلوكينج. احنا اتفقنا ان في موديلات من الراوترز بيبقى باي ديفولت عليها كلوكينج باي ديفولت، زي الموديل اللي جنبك في الراك ده. اه ولازم انت تيجي على الطرف الدي سي اي وتعمل له كلوكينج. المفروض دلوقتي في طرف الدي سي. اه ماشي، ما انت بكابل السيريال ولازم تعمل له كلوكينج. اكد ان في كلوكينج. اعرف بقى مين اللي هو دي سي اي. من شو كنترولرز بقى. تمام. بيعتبر ان الاثنين دي سي، بس في التوبولوجي ده لازم تيجي على واحد منهم وتحوله لدي سي اي. وفي التوبولوجي ده لازم تخلي واحد منهم دي سي اي. طب نمشي واحدة واحدة.
هاجي على الانترفيس ده اول حاجه كالعاده هقول له ايه انكابسوليشن فريم ريلي تمام. هدي له اي بي ادرس تمام. بعد كده اتفقنا ان لازم الانترفيس ده يلعب كايه واحد منهم يلعب كدي سي اي. انا هختار ار1 هو اللي يلعب كدي سي اي تمام. نكتب بقى جمله المابنج هقول له ايه فريم ريلي ماب الاي بي البعيد عني اللي هو يبقى 10002 بالدلسي بتاعي انا اللي هيبقى رقمه سي مثلا هاجي على الدلسي بتاعي انا اخليه هنا 102 تمام. هنت بقى كده قبل ما اكمل في التوبولوجي ده لازم الطرفين يكون نفس الدلسي في الطرفين. مش احنا قلنا المره اللي فاتت يا احمد ان الطرفين ايوه عرفت ليه تمام. يبقى لازم اجي على الطرفين دول واخليهم ايه نفس الدلسي اللي هي 102. مش قلنا على طرفين السلكه لازم يكون نفس الدلسي؟ فاكر الرسمه الكبيره اللي رسمناها على طول؟ مش ده مش ده اصل عادي الاثنين زي بعض يعني الاثنين الدلسي على نفس السلكه بيبقوا زي بعض. عشان فعلا ما فيش فريم ريلي سويتش فاصل ما بينهم هنا تمام. لان انا دلوقتي بعمل الكونفيجريشن تحت الانترفيس الحقيقي مش تحت سب انترفيس. بتفرق على حسب انت بتعمل الكونفيجريشن تحت انترفيس نوعه ايه ده ولا ده. الامر اصلا مش هيتقبل هنا تمام. وبعد كده اخر خطوه خالص اقول له ايه نو شت داون. تعالوا نعمل نفس الكلام على ار 2 انترفيس انا موصله بايه اس 1 اوفر 1 اي بي ادرس تمام انكابسوليشن فريم ريلي. وبعد كده طبعا مش هحط كلوك لان الطرف الثاني انا اللي حطيت له كلوك. اقول له فريم ريلي ميب الاي بي البعيد عني بالدلسي بتاعي انا اللي رقمه نفس الدلسي. وبعد كده هقول له نو شت داون. نستنى بقى كده الانترفيس بقى داون. ليه عم شو اي بي انترفيس بريف اب داون. طب في حاجه حد فاكر كده نوع ال ام اي او سوري مش انواعه اقصد المودز بتاعت الانترفيس كام نوع ممكن يصير اكتف ها. طب كام واحده كام واحده عشان ما تلخبطنيش. ايوه هنا هتبقى بالظبط ستاتيك تمام. احنا قلنا كام واحده اكتف ان اكتف ديليتد واخر واحده ستاتيك تمام. لو جيت انا قلت له شو فريم ريلي ماب اوبس ده ما ظهرتش ستاتيك ده نوع لا الاستاتيك دي معناها ستاتيك كونفيجريشن المابنج تمام. انما ال ام اي هنا نوعها ديليتد. ليه؟ اصل انا ما عنديش فريم ريلي سويتش. وهو ده مشكله التوبولوجي ده ان انا ما عنديش فريم ريلي سويتش عشان يعرف الراوتر بحاله الانترفيس بتاعه اكتف ولا ان اكتف ولا ديليتد ولا ايه بالظبط تمام. فلازم انا بقى اجي على تو راوترز تحت الانترفيس السيريال ده كام زيرو واقول له نو كيب الايف واقول له ايه يا شباب نو كيب الايف تحت الانترفيس السيريال نو كيب الايف. نستنى بقى كده شويه حاله الانترفيس اهي بقت اب شو اي بي انترفيس بريف حاله الانترفيس خلاص اهي بقت اب تمام. طب نتست كده على الكونكتيفيتي في كونكتيفيتي ما بيني وما بين الطرف الثاني ولا لا في كونكتيفيتي. طب ابنج على نفسي ليه مش عارفه ابنج على نفسي اصل انا عامله الكونفيجريشن تحت الانترفيس الحقيقي ده مش بوينت تو بوينت سب انترفيس فلازم اعمل مابنج ما بيني وما بين نفسي تمام. طب لو جيت بقى المره دي هنا قلت له شو فريم ريلي ماب قال لي نوع راح فين او تقريبا شو فريم ريلي بي في سي قال لي نوع ال ال ام اي هنا نوعها ايه ستاتيك تمام. كيب الايف ده عباره عن نوع كده اعتبرها بنجايه كده بتتبعت ما بين التو انترفيسز. ف
فعشان تعرف الطرف التاني حالته ايه. انت كده بتمنع الكيب الايف عشان تعتبر ان انت خلاص اخدت الديلسي بتاعك او حالته ان هو اكتف وخلاص. تمام؟ يعني بص يا اسامة، لو جيت لغيت تاني او رجعت تاني الكيب الايف انترفيس اس 1 اوفر 0 ورجعت تاني قلت له كيب الايف، لو استنيت كده شويه حاله الانترفيس رجعت ايه داون، لو جيت ابنج على التاني خلاص. فلازم تيجي على الطرفين بتوع التو راوترز وتقول له نو كيب الايف. كده كده زي ما اتفقنا ان الكونفيجريشن دي ايه، ها، مش مستخدمه يعني في البرودكشن. اوكي كده ناقص لنا بس الكونفيجريشن مانجمنت معايا بقى على البورد. هو في الفيديو ده حد عنده اي اسئله؟